لم يبقى الكثير أمام وحدات حماية الشعب الكردية سوى استعراض أخير في منبج ثم الصعود إلى شاحناتهم والانسحاب من المدينة. ريدور خليل ناطقهم الرسمي قدم موقفا يرفض الانسحاب. قواتنا في غرب الفرات لا يمكن أن تتراجع تحت ضغط تركي أو غيره لأننا أصحاب الأرض. الموقف لم يدم سوى ساعات. العبارات الأمريكية نفسها التي نقلتهم قبل 3 أشهر من شرق الفرات إلى غربه أعادتهم أدراجهم. بيان الرضوخ للطلب الأمريكي بوقف تسليحهم علل الانسحاب من منبج بانتهاء المهمة وتسليم المدينة إلى مجلسيها العسكري والمدني. الأتراك استقدموا مجموعات نور الدين الزنكي وفيلق الشام وأحرار الشام لطرد الكرد من غرب الفرات وملء فراغ داعش، وهي مجموعات لا تختلف كثيرا عنه. أما الأمريكيون فقد صالحوا الأتراك على دورهم في الانقلاب العسكري الفاشل بتحجيم مشروع حليفهم الكردي ومحاصرته شرق الفرات. مشروع التمدد الفيدرالي إلى غرب الفرات انتهى. دمشق دانت توغل الدبابات التركية لكنها لم تذهب إلى حد رفع شكوى في مجلس الأمن. لو كانت الحكومة السورية راضية بأي شكل من الأشكال لما أصدرت مثل هذا البيان، لسبب بسيط، لأن ما قامت به تركيا في الشمال السوري هو اعتداء على السيادة، وكما قال البيان هو إحلال إرهابيين بإرهابيين. الأمريكيون باتوا يتحكمون في أطراف عملية درع الفرات، من الأتراك إلى داعش الذي لم يرسل انتحاريا واحدا، إلى المجموعات المسلحة التي تدخل خلف الدبابات التركية ومقاتلي وحدات الحماية الكردية الذين ركبوا زوارق العودة شرق الفرات بمجرد أن هددهم الأمريكي بوقف تسليحهم ودعمهم. إذا ما تغاضت روسيا وسوريا عن دخول تركيا إلى جرابلس، فإن هدف أنقرة هو الوصول إلى حلب بحجة قتال داعش. الموقف الروسي طالب بالتنسيق مع دمشق بشأن درع الفرات الذي تحول إلى احتلال تدريجي، مع إعلان أنقرة التي ترسل المزيد من التعزيزات أنها لن تنسحب قبل أن يستكمل مسلحوها السوريون السيطرة على كامل المنطقة وصولا إلى الباب. ديما ناصيف، دمشق، الميادين.